حته جديده عليا، بس كنت حابب ان انا اشتغل بالطريقه دي. والواحد متخيل ان لا الموضوع هيبقى صعب. عايز اقول لك ان ده كان امتع لوكيشن انا اشتغلت فيه من ساعه ما بدات اشتغل، واكتر حاجه فولفيلنج او مرضيه ليا على المستوى الانساني على المستوى المهني وطريقه الشغل اللي بنشتغل بيها. مفيش ستريس، مفيش صح، مفيش غلط. كان في ارتجال كتير قوي في الفيلم، يعني في حاجات كتيره قوي اتشالت، بس كان في حاجات فعلا وفي حاجات كتيره فضلت وليده اللحظه، ومهما عملنا عليها بروفات عمرها ما هتطلع كده. فدي كانت طريقه شغل بالنسبه لي، يعني انا حسيت هي تنتمي اكتر كمان لشخصيتي او ماشيه اكتر مع شخصيتي. واشكر احمد ان هو خلق لنا مناخ ايجابي عشان نشتغل فيه كممثلين. مفيش لا، وفي عامل وقت كان من الاول قال لي بص يا كريم، حتى لو في مشهد صورناه وانتهى يوم التصوير وما عجبناش وانت عايز تعيده هنعيده. اول ما قال لي الكلمه دي انا طمنت وما بقتش حاسس ان، وفعلا في عندنا حاجات بسبب حاجات تقنيه، ولكن ان الاحساس ان مفيش لا لازم عندك مثلا 6 مشاهد في اليوم لازم تخلصهم ولازم ويلا يلا يلا. ومره مثلا لما كلمني قال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له بحفظ الحوار. قال لي لا مش عايزك تحفظ الحوار، بتعمل ايه؟ قلت له بذاكر يا احمد، بحضر الدور، مش عارف اعمل ايه. قال لي لا انا مش عايزك تيجي حافظ، تعالى البروفا. وحتى في البروفا ما كانش بيخلينا نحفظ، انتوا عارفين المشهد عن ايه؟ اعملوه، مفيش مره بيطلع زي الثانيه. بس احنا عارفين عايزين نوصل لايه وايه النقط اللي عايزين نعدي عليها وبس.